إن الوضع في بلادنا يظل حاليا يتميز بمسيرات شعبية سلمية تنظم عبر كامل طلاب الوطن وتطالب بتغييرات سياسية، ورغم أن هذه المسيرات قد اتسمت إلى غاية الآن بطابعها السلمي والحضري، مؤكدة بذلك المستوى الرفيع للشعب الجزائري ووعيه ونضجه الذي حافظ على سمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر بين الأمم، إلا أنه واجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج ذات النوايا السيئة، والتي تلجأ إلى قيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة استقرار البلاد. لكن الشعب الواعي واليقظ والفطن سيعرف كيف يفشل كافة مخططتها الدنية، وبغية حماية بلادنا من أي وضع قد لا تحمد عقباه يتعين على الجميع العمل بوطنية ونكراندات وتغليب المصالح العليا للوطن من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة حالا، حل يندرج حصرا في الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة، أقول الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر. وفي هذا السياق يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق الرؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور من مادته 102.